بأعمال مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بأن غرفة العمليات الرئيسية تلقت بلاغا عند الساعة 5:15 مساء يفيد باندلاع حريق في السوق الشعبية بمدينة عيسى، وعلى الفور توجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع في وقت قياسي وباشرت عمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق. وأشار القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بأن عمليات الإطفاء ما زالت مستمرة، حيث تشارك في عمليات الإطفاء 14 آلية من الدفاع المدني. هذا وسوف نوافيكم في وقت لاحق بمزيد من التفاصيل حول ملابسات هذه الواقعة. عرف هني هني بيقول عارف Thank you.
في ذي وفي ذلك. مني ومني. ايه. احمد. احمد. السلام عليكم. احمد. يمكن ما تبيني تاني. احمد. احمد. جمال. خليه هذا اكبر. ايه احمد. احمد. الحريق استلمنا البلاغ خلال 4 دقائق وصلوا الدفاع المدني الى موقع الحريق. كان الحريق منتشر في مناطق كبيره بسبب التخزين الموجود العشوائي، وطبعا المكان كله موجود فيه اللي هو الخشب والزل والمساند ومواد قابله للاشتعال، بالإضافة إلى سلندرات الغاز التي كثيرة في الموقع. وطبعا حصرنا الحريق الحين في الشبرة، حصرنا الحريق في الشبرة هذه اللي تشوفونها الحين عشان لا ينتشر إلى المناطق الثانية. فطبعا طلبنا فرق ثانية من الدفاع المدني من المراكز، سيارات تقريبا فوق 14 سيارة في الموقع، واحنا لازم الحمد لله نشتغل في الموضوع والله يسهل ان شاء الله. اكدت معالي وزيره